رحلة عمرك ألوان ألوان، رحلة عمرك ألوان، كل صفحة قدر ترسم لك صور، رصنا في البشر رحلة عمرك ألوان. يا من عمرك سافر، خذ الحكمة نهار، في كل دوحة ثمار، رحلة عمرك ألوان. يا من عمرك سافر، خذ الحكمة نهار، في كل دوحة ثمار، رحلة عمرك ألوان. رحلة عمرك ألوان ألوان، رحلة عمرك ألوان، لك القصة آثار، تمهل في النار، تأمل في العبار، رحلة عمرك ألوان. سمعك والبصر في ليل السحر، لك يضوي القمر، رحلة عمرك ألوان ألوان. رحلة عمرك ألوان ألوان، رحلة عمرك ألوان. حط أغراضك ورا، حطهم، يلا يلا العيد من الفلفل. ها يا ابو جميل، ما قلت لي كم صار الحساب؟ ما عليك، انسى انسى. لا لا ما يصير، كل مرة انسى. افا عليك بس، خلها علي، روح توكل على الله، روح. والله انك تحرجني يا ابو جميل، كل مرة تحرجني. انا قلت لك هالعيد فال انها فل، روح ولا تفتكر. روح يا ابو عليم، يسر، يلا مع السلامة. ما تقصر، الله يخليك، مشكورين. هلا ومرحبا، هذه حق الأعمال الخيرية. أحسن، الله يسلم. سلام ورحمة الله، هذه حق الأعمال الخيرية. حاضرين. حق الأعمال الخيرية، الله يعودكم إن شاء الله. تفضل يا ابو جميل. شنو هذا؟ هذه حق الاعمال الخيريه. مال الخيريه؟ اي نعم. وهذه حق ربعك. خير خير.
سلام عليك يا فرحان. انتم كذلك يا سلام العيال، شو الله يسعدكم. عساكم من عباده ان شاء الله. تفضلوا. مشكورين. الله يعينكم على هذه الايام. وانتم كذلك حياكم الله. سلام يا ابو جميل. تسلم مالي الصراحه. سلام يا ابو جميل. لوك لوك. جميل كل عيد يعطيني هدية، لازم أعطيه السنة شيء، بس شيء مميز يناسب كرامة. إيش فيك ساكت؟ لا لا سلامتك يا أبو جميل. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. الله يقدرني ان شاء الله ورجع عليكم الجميل ان شاء الله. والله يغنيكم. يلا فهمك. اياك الله. مشكورين. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا، ايش اخبار الوالد؟ الحمد لله. سلم عليه واجد. ها ان شاء ما جهزت؟ لا لا، كذي متأخر واجد.
زين مو مشكلة. إيه ولا تنسى الحداق باكر. الأغراض كلها جهزتها. الربيان والخداق والأكل مال طالعة كل شي جاهز لا دير بال. بس خبر قاسم يجهز لنا الطراد زين. يلا مع السلامة. مشكور يا ابو جميل ما قصرت. حاضر من عيوني. بس انتظرني شوي اروح واجي. ايه ان شاء الله. تفضل يا ابو جميل ان شاء الله شيء يعجبك. شنو هذا؟ على الكرم اللي عندك يا ابو جميل هذا شوي في حقك. ليش مكلف عن روحك ما في كلافة يعني. يلا على خير. حياك الله. كتابي جامع السعادات. الهدية صدقة التطوع. صدقة الخمس. المسجد من زمان يبنون فيه لحد الآن ما خلصوا منه. أي والله أنا بعد من زمان أشوفه. الله يساعدهم. ظاهر مو محصلين متبرعين. وين حصلوا متبرعين؟ الناس ميلاقي تأكل لاقي تتبرع حق المساجد. ثانيا ما له داعي يبنون مساجد. مساجد عندنا واجد. وش دكتور الحين هذا الموعد الخامس ومو عارف شنو مرضي. شنو نتائج الفحوصات دكتور؟ راح اكون معك صريح. انت تحتاج العملية ضرورية. عملية؟ العملية اذا اجريتها هني راح تكون نسبة نجاحها 30%، واذا اجريتها في الخارج راح تكون نسبتها 70%، لكن العملية راح تكلفك مبلغ كبير. في النهاية الأمر راجع إليك. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله.
زين الأمانات وصلناها إلى أهلها، وباقي علينا تكريم المتفوقين والزواج الجماعي. الله يعطيك العافية، ما قصرت يا أبو حسن. الله يعافيك إن شاء الله. بارك الله فيك. الله يسلمك. شو أخبارك يا أبو جميل؟ الله يحياك الله. الله يسلمك. يا أبو جميل، إحنا عقب ما درسنا حالتك وشفنا تقريرك الطبي، شفنا إنك تحتاج للعلاج برا، مثل ما تعرف إن العلاج برا يكلف مبلغ، وإحنا بدورنا حسب إمكانياتنا إن شاء الله راح نعطيك جزء من المبلغ، والجزء الثاني معرفتك يعني تدبر لك من أهلك من أصدقائك، تعرف إن الإمكانيات محدودة وقدراتنا المالية محدودة بعد. رحم الله والديكم، ما تقصرون. بس أنا ما توقعت أن هالمبلغ بيكون صعب عليكم، وبصراحة أنا ظروفي صعبة وما أقدر أوفر كل هالمبلغ. صحيح كلامك يا أبو جميل، بس هذا الكلام زمان أول، الحين الدعم والتبرعات إلى الصندوق قل، مو مثل الأول الناس لاهية بعيالها ومشاريعها، وإحنا إن شاء الله بدورنا راح نسوي اللي نقدر عليه. والله كريم إن شاء الله.